معكم دار قفطانيين لكراء الملابس، ما مهتمينش بقضيتنا. حنا هذه اكثر من 8 شهور حنا ضايعين ما خدامينش، دازتنا لا هوت سيزون، يعني ما بقات حنا صيفنا كيخدم على شتانا وعلى ربيعنا، يعني ما يمكنش دابا نجيو يطلقوا لنا الحفلات ويقولوا لنا نطلقوهم لكم وحنايا غنضيعوا، لا حنا لا وليداتنا لا اي لا حتى اللي ديك الحيدين اللي عندنا غنلقاو مشكله فيهم، لان هاد الوقيته بقيت ركود اللي جايه، ماشي زعما غيطلقوا لنا الحفلات غنقولوا مرحبا العرسات جايين، للاسف هذه الوقيته اللي غيطلقوا الا مشاو طلقوا لنا وقيت ركود، اول حاجه غيتراكموا علينا مالين، غيجيو عندنا مالين الشاكات، يعني ما غنتحموش، مالين الحوانت اللي عنده شي حانوت كيتسالوا، يعني يشوفوا بعين الرحمه فينا، احنا كنشدوا المالك، كنشدوا المسؤولين، يجيو يديروا معنا شي حل، حنا كنطالبوا بالتعويض، تعويض ما كنطلبوش بحلول ترقيعيه، عينا من الحلول الترقيعيه، هذه وقيته وقت لانهم يجيو يوقفوا معنا وقفه راجل واحد، يعودون على 8 شهور وحنا جالسين في ديورنا، حنا امتثلنا الاوامر ديال سيدنا، قالنا جلسنا التزمنا بالحجر الصحي، للاسف تم الاقصاء ديالنا، الوحيدين اللي هذه 8 شهور ما لقاو ما يدخلوا على ولادهم، اللي لاباس فيه علينا حاليا دابا راه براسو راس دمر، بغاو يدمروا الطبقه الوسطى اللي خدامه على المسكين، المسكين دابا ما لاقي ما ياكل، حنا اللي كنعاونوا المسكين براسنا راه حنا عيينا، تهدينا، وصلت بينا البلافون صافي، دابا يجيو يشوفوا معنا، ما بقيناش باغيين حلول ترقيعيه، ما بغيناش يطلقوا لنا العراسات، يجيو يوقفوا يهضروا معنا، سيغ طابل بغينا تعويضات. تعويضات حنا كنشدوا المالك ما كنشدوا لا حكومه لا جوج، سيدنا نصره الله هو اللي غيشوف فينا. معكم السي حسن العمراني مقدم الطائفه العيساويه بمدينه فاس طائفه بسم الله، كنطلبوا بان الرجوع للعمل وتنطلبوا التعويضات للناس اللي معنا، لان الافراد اللي معنا كل شيء تضرر بزاف في هذا الدومين هذا، بالنسبه للطوائف كلهم تضرروا بزاف من المقدمين من الافراد من اي حاجه يعني، وهذا القطاع يعني راكم عارفين هذا بالنسبه عندنا خدامه موسميه، بالنسبه تنخدموه في الشهور اما شهر 4 اما شهر 5 او تنخدموه في شهر 7 و8 و9، يعني الشهور الاخرى كلها كتكون عندنا خدمه على قدام، ما كيبقاوش العراسات بالنسبه ديال ديما، طلقوا لنا العمل ديالنا باش نوضوا نتكلوا على الله، لان راه علينا كريديات وعلينا بزاف ديال المسائل. معكم عزيزه الذهبي مكافا، رحنا وصلنا لواحد المرحله اللي لا حول ولا قوه الا بالله، وكنتمناو من الناس الحكومه يشوفوا من حالنا ويوفقوا من حالنا، انما هاد الناس لا وليداتنا اللي كيخدموا معنا ولا عيالاتنا ولا كلهم راهم في ضرر، الله يرحم لكم الوالدين، بغيناكم الله يعطيكم السر تعطيونا حتى حنايا شي وقيته حتى حنايا وتسمعوا لنا وتعطيونا حقنا حتى حنا، الله يعطيك السر، راهم علينا كريديات، علينا شاكات، علينا الناس كلها كتسنى الضرائب، شغنقول لكم الكراوات ديال المحالات لا حول ولا قوة إلا بالله. معكم السي محمد البشيري موسيقي فنان مدينة فاس، في خلال 7 أشهر عانينا بزاف لأن ما كاينش فرص ديال العمل ونظرا للأعداد الهائلة ديال الإصابات. حنا الآن جينا باش نحاولوا يكون لقاء تواصلي مع الناس المسؤولين باش يحاولوا يشوفوا لنا شي حل فهاد الضائقة اللي كيعيش هذا القطاع هذا. الحفلات دريس بالله مقدم ومول الحفلات، هنا باقي لنا حاجه وحده هو الاستيطاف ديالنا صاحب الجلاله نصره الله من اجل فتح المجال لهذا القطاع، لانه قطاع حيوي، قطاع فهو رافع على مستوى الوطن على مستوى البلاد، لان احنا الا دخلنا اليوم للمدينه القديمه كنلقاو فاس تعاني وتعاني، لان كاينه ازمه اقتصاديه، واليوم عاد تعرف عنا على مستوى الوطن على مستوى مدينه فاس قطاع الحفلات مناسبه ورافعه اقتصاديه للبلاد. حنا نناشد الاخوان نناشد السلطات المحليه من اجل الافراج على هذا القطاع، لان هناك قطاعات وحدين اخرين فيهم ما فيهمش التباعد ويشتغلون، حنا بالعكس حنا بغينا نشتغلوا، بغينا دعم مباشر، كاين الدعم المباشر 2000 درهم ولكن راه ما كافيش للقطاعات ديالنا، لان هناك اضرار ديال الممول المتوسط والنقافه والطباخه واللي فيهم ضميناج هادو غير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي وكذا وكذا. حنا نناشد الدوله على انه يكون دعم مباشر لجميع القطاع، قطاع ديال المناسبات والافراح والاعراس، من اجل ارجاع الحراج الاقتصادي لهذه المدينه، والطلب ديالنا الاول والاخر هو ان العوده ديالنا للعمل، ولان ما فيها باس على ان الدوله يكون عندها واحد الدعم مباشر، كي كتلاحظوا عندنا تفتحوا كريديات، الدوله فتحت كريديات وداك الشيء، ولان احنا ما قادينش على داك الشيء، لان الكريدي عنده ضوابط وعنده بزاف ديال المسائل، لان حاليا ما كاينش تعريف على الكريدي، ولان ما غاديش الابناك يعطوا واحد التعريف
فات لانه مشاور شروط تعجيزيه. حنا اليوم باسم الاخوان والاخوات قطاع المناسبات والاعراس داخل مدينه فاس وداخل جهه فاس مكناس على انه باش نرفعوا هذا القطاع ترفع عليه الحيف. وحنا في اطار عريضه وطنيه الموجهه لرئاسه الحكومه، حنا في اللمسات الاخيره ديالها نتمنى من الله على انه يوفقنا فيها، هي من اجل هيكله القطاع، من اجل تقنين القطاع، لان حنا واجدين لهذا القطاع. يعني من بعد ما بعد الاشتغال حنا واجدين ان شاء الله هذا القطاع من اجل التقنين ديالو، من اجل الهيكله ديالو. حنا كنقولوا عاش الملك وعاش سيدنا، والله ينصر سيدنا مهدي كريم نادي في قطاع الحفلات. كما كتلاحظوا اليوم حنا في اطار الوقفه الاحتجاجيه للمره الثالثه، المره الرابعه عفوا على التوالي. لا صوت كيسمعنا، درنا معظم المراسلات للجهات المسؤوله ما كاينش اللي جاوبنا، مراسلات للجهه، مراسلات اليقاظه، مراسلات للولايات، مراسلات لرئاسه الحكومه، وكذلك العهد الوطني اللي كتقدم من طرف الموسيقيين ما كاينش استجابه بتاتا. كنتفاجئ لان الدوله عطينا واحد الايمال ما كناش كنتوقعوا صراحه. وكما كتلاحظوا ان هذه الفئه هذه كتشكل واحد الفئه كبيره من المجتمع، وعندها واحد النشاط اقتصادي كبير في المنظومه الاقتصاديه ديال البلاد. لذلك كناشدوا من هذا المنبر الاعلامي، كناشدوا جميع الجهات المسؤوله باش تحاول تشوف هذا القطاع وتحاول تخرج واحد الدعم. وكذلك كنطالبوا الدوله بان تفتح باب الحوار مع القطاعات ويكون واحد التقنين لهذا المهنه هذه، لان كما لاحظت الدوله انها كتهز واحد الفئه كبيره في المجتمع. وكنتمنى صوتنا يكون مسموع، وتحياتي وشكرا لكم.